مساء الخير اعزائنا المشاهدين في برنامجنا نكهه خاصه. النهارده عاملين لكم منيو السوداني ومعانا الدكتوره ابتهال. مرحبا بك يا دكتوره ابتهال. اهلا بك يا شيف محمد وبكل المشاهدين اللي دايما بيتابعونا. عارفين الليله يومنا السوداني المميز بنكهتنا الخاصه واكلاتنا السودانيه المميزه. عايزين نشوف المنيو بتاعتنا الليله نهاردة. بس قبل ما نشوف نذكر المشاهدين دايما انه بننتظر مكالماتهم واتصالاتهم على الارقام الموجوده على اسفل الشاشه، كمان تعليقاتهم وكل اسئلتهم واقتراحاتهم على صفحتنا في الفيسبوك. الليله كمان يا شيف محمد عاوزين نذكرهم انه عاوزين نشوف ارائكم واقتراحاتكم وتصويتكم على ايهما تختار طبق لهذا الاسبوع. عندنا ثلاث خيارات، يا ريت تصوتوا عليها عشان نشوف اي الخيارات حنمشي عليها ان شاء الله. حمام محشي او عجينه السكر او كيكه الاناناس، منتظرين تصويتكم واختياراتكم ان شاء الله. نشوف المنيو بتاعنا يا شيف محمد. النهارده طبعا احنا عاملين لهم حاجه هيحبوها جدا. ايوه، ممكن تكون تقيله لبعض الناس زي ما بيقولوا كده، مثلا العضه بتاعت اليوم. ايوه، عاملينها لهم كوارع النهارده. أيوة. عاملين لهم كوارع هنعملها في الفرن، وهنعمل شوربه كوارع برضو مع الدكوه طبعا. ايوه، وهنعمل سمبوكسه محمره حلوه. ايوه، بحشوات مختلفه طبعا ونوريها لحضراتكم ان شاء الله. وهنعمل مشروب طبعا المهدم عشان الاكله تقيله النهارده. ايوه، فهنعمل مع بعض مشروب الغباشه. ايوه، مع المشروب الغازي والزبادي. ايوه ان شاء الله، أطباق مميزة وفيها قيمة غذائية لكن برضو فيها محاذير حنعرفها من خلال الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. احنا نبتدي طبعا الأول، أول حاجة هنشرح لحضراتكم الكوارع، نشوف مع بعض المقادير ونرجع مع بعض مرة ثانية. رجعنا لحضراتكم مره تانية في برنامجنا نكهه خاصه. زي ما اتفقنا النهارده عاملين اكله سمحه شويه بس تقيله، عشان احنا يعني نحبب الناس في الحاجات برضو الشعبيه كلها، ان احنا بنقدر ناكلها ازاي وبطريقه حلوه وظريفه. احنا اول حاجه بنجيب الكوارع بنغسلها غسله كويسه جدا مع خل وليمون وملح، بنغسلها في ميه وتخليها دايما كده فتره تحت ايديكي في الميه، وانت بتغسلي فيها تغسليها كل شويه بالميه يعني مرتين ثلاثة، وبعد كده تشيليها تصفيها كويس. أيوة. تكون متقطعة معاكي كويسة طبعا، وبعدين تحطيها في الشوربة. أيوة. الشوربة بتاعتك بتكون عبارة يعني تشكيلة كبيرة من الخضروات. أيوة. اول حاجة الغرضين ان انت بتستفادي من قيمة غذائية عالية. أيوة. تاني حاجة الشوربة نفسها بتشيلك طعم الزفارة بتاعت الكوارع. أيوة. فانت بتحطي مثلا جزراية، بطاطساية، عود كرفس. أيوة. كزبرة خضراء، ممكن كزبرة ناشفة، فلفل اسود حبة لو حبيت، هو مش مستحب جدا في الشوربة دي بالذات. أيوة. مع حبهان عواد قرفه سليمه وبصل وثوم سليم. يعني تاني نقول ثوم سليم. أيوة. بصل، جزر، بطاطس، كرفس، كزبره وفلفل وحبهان وقرفه. تمام، دي مكونات الشوربه. هنحطها ومعاها الكوارع ونسيبها تستوي. ما تحطي الملح ولا تطعميها الا في الاخر خالص. أيوة. عموما اي نوع من اللحوم بتسويه خلي الملح اخر حاجه تقدري تبتدي بيها. أيوة. احنا هنا لو شفنا مع بعض الكوارع طبعا عشان هي بتاخد زمن طبعاً. كبير. أيوة. فاحنا هنا جهزنا مع بعض اهو، عملناها بنفس التفاصيل اللي انا قلت لحضراتكم عليها قبل الحلقه بشويه عشان وقت الحلقه بس، ودي بقت شكلها النهائي. شوربتها بتكون دسمه شويه. أيوة. طبعا يا دكتوره عاوز اسال حضرتك برضه من حاجه عشان اعزائنا المشاهدين يستفادوا منها. احنا عاده في الشرب الدسمه او اللحوم الدسمه. أيوة. بناخدها بعد ما بتطلع تبرد كويس ندخلها الثلاجه، بيكون نسبه الدهون ظهرت فوق طبقه. أيوة. فوق فبتتجمد، فبقدر اشيلها على مره او مرتين على حسب كميه اللحمه اللي انت عاملاها. ايوه، فهل الحاجه ديت مع الشوربه ديت مفيده ولا الافضل ان انا اشيل الماده الدهنيه لو حد بيعاني منها؟ طبعا بالنسبه للكوارع زي ما قلت يا شيف محمد، دي اكتر حاجه، دي اول من اول واحد من المحاذير اللي بنقول عليه في طبق الكوارع. طبق مميز جدا، الناس كلها بتحبه، فيه قيمه غذائيه لكن فيه شويه خطوره اذا ما تعاملنا معه بصوره كويسه. زي ما قال شيف محمد، نسبة الدهون فيه عالية، هي دهون مشبعة وكمان فيها بترفع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. عشان أنا أقدر أتناول الوجبة دي من غير أي مشاكل صحية، زي ما قال شيف محمد، حدخلها في الثلاجة الفترة الأولى، هخلي الدهون الكمية نسبة كبيرة جدا تتجمد فوق، هشيلها من فوق عشان تكون قللتها نسبة الدهون أقدر أتناولها بصورة كويسة.
ان شاء الله دكتوره. فاحنا كده برضو بندي للناس اللي بتعاني من اي ماده دهنيه أيوة. وفي نفس الوقت بيقدروا يستفادوا من الحاجه او حجم اللحمه، لان هي بتبقى ليها لزوجه اكتر، يعني طبعاً بتفيد الجسم في حاجات كثيره. طبعا طبعا اكيد، حتى الماده اللزجه الموجوده فيها هي ماده البروتين اسمها الجيلاتين، ودي ماده مهمه جدا بتفيد في علاج الناس اللي عندهم خشونة ركبة، والناس اللي عندهم مشاكل في العظام، وكمان الناس اللي عندهم هشاشة عظام. فهي مادة بروتينية هامة جدا، عشان أقدر أستفيد منها قلل كمية الدهون عشان ما يجيك كمان كوليسترول. وحاجة مهمة تانية برضه دكتورة، أن الكوارع في بعض البلاد، إحنا هنا الكوارع ما شاء الله متوفرة ورخيصة وطعمها حلو. أيوة. في بعض البلاد التانية تعتبر من أغنى أو أغلى الحاجات. أيوة. اللي أسعارها عالية جدا. عالية جدا. لكن هي هنا متوفرة عندنا، وفي نفس الوقت فيها قيمة غذائية عالية زي ما حضرتك قلتي. طبعًا. فبنقدر نستفاد منها في وجبة ظريفة معنا. أكيد. فإحنا هنا الكوارع بيحفوها. الكوارع هنا طبعا خلاص يعني يعتبر استوت. إحنا بتاخد كم فترة زمن في النار يا شيخ؟ بتاخد لها من ساعة لساعة ونص. أوكي. في بعض الناس عشان تستوي معاها بسرعة بتقفل عليها الحلة مثلا البريستو، أو ما عندهاش في البيت حلة عادية زي ما إحنا عملناها كده. أيوة. بتضيف معاها معلقة كربونات أو ملح ليمون، حاجة من الاثنين بس. فين. أيوة. بتسرع عمليه التسويه شويه، يعني لو بتاخد معاكي ساعه ونص او ساعتين على النار بتعتبر بتديكي نص الوقت بالظبط. أيوة. ده الكلام ده لو انت مستعجله. لو انت ما مستعجله من الافضل ان انت تعمليها على نار هاديه وتسيبيها. أيوة. تسوي براحتها، بتاخد زمانها، بتاخد يعني راحتها في التسويه افضل. تمام. فاحنا هنا هنعمل مع بعض خلطه خفيفه كده، عشان احنا هنعمل الكوارع النهارده في صينيه لوحدها ندخلها الفرن. أيوة. وهنعمل شوربه جميله مع بعض بالدكوة ان شاء الله، عشان تطلع معاكي طعمها حلو وفي نفس الوقت تقيله معاكي. معانا تليفون. الو السلام عليكم. كيفك يا دكتور محمد؟ مرحب بيكي، ازي حضرتك؟ كتير مبسوطين بالبرنامج بتاعك. الله يخليكي، تسلمي يا رب. عايزه اعرف العجينه بتاعت الفطيره. نعم؟ العجينه بتاعت الفطيره. الفطيره بتاعت الليله؟ لا، الفطاير المحشيه المشكله يعني. الفطاير المالحه يعني. خلاص. ايوه. ان شاء الله هنعملها لحضرتك برضو، استنظرونا. هنعمل حلقه خاصه مميزه عن اشكال جديده برضو هنعملها الاسبوع الجاي ده ان شاء الله. الله يخليك. ان شاء الله. الله يخليك، تسلمي. الله يسلمك. طيب يا دكتوره نشوف التتبيله بسرعه بتاعت الكوارع، نرجع مع بعض مره ثانيه.
مره تانية في برنامجنا نكهه خاصه. زي ما حضراتكم شفتوا احنا طبعا عملنا عجينه السمبوكس قبل كده مرتين ثلاثه، فهنعملها دلوقتي برضو مع بعض بنفس الطريقه، بس عجينه هنستعمل فيها الحشوه حلوه. هنعمل العجينه سهله جدا يا دكتوره، وسهله وبسيطه. ايوه. احنا هنعمل 5 فناجيل دقيق عليهم فنجان واحد زيت. ايوه. وبعدين زي ما اتفقنا احنا بنفرك الزيت الاول الماده الدهنيه دي مع الدقيق، تفركيه كويس جدا لحد ما تحس انها اتشربت معاك وبقى كلها شربها، ما عشان ما تطلع معاك مخرزه في النهايه. ايوه. بعدين بنحط معلقه ملح، معلقه سكر، ونقلب العجينه كويس. بعد كده نضيف فنجان ونص من نفس المعيار اللي انت عايرت بيه. ايوه. ميه. يبقى 5 فناجيل دقيق، فنجان زيت، فنجان ونص ميه، معلقه ملح، معلقه سكر. معيار سهل بسيط جدا، ما محتاج بيكون باودر، ما محتاج خميره، ما محتاج اي شيء. عجينه سهله جدا. هتطلع معاكي كريسبي وشكلها حلو. وان شاء الله. وعلى فكره كل ما بتحطيها في الثلاجه كل ما بتطلع معاكي احسن، يعني انت كل ما بتعمليها، عشان في ناس طبعا بتشتكي انها بتفك منهم. ايوه. انت اعمليها وبرديها شويه او حط لها طبق الدقيق تحت وانت بتشتغليها عشان تطلع معاكي مقرمشه وطعمها حلو. ايوه. العجينه سهله طبعا، احنا كنا عملناها مرتين ثلاثه قبل كده يا دكتوره. أيوة. تطلع عجينه ناشفه زي كده بالمنظر ده كده. أيوة. تبتدي تقطعيها كور صغيره وتعملي بالفورمه او القطعه. في ناس بتبرمها على ايديها، في ناس عندها قطاعات زي كده باشكال مختلفه. ممكن تعمليها فيها، بتعملي الدايره بس وبتقفليها، واحنا هنشوف مع بعض دلوقتي. الحشوات بتختلف. أيوة. ممكن تحطي دكوه مع سكر مع كريمه وتعملي خلطه صغيره زي المربى. أيوة. أيوة. ممكن تعملي حشوات مربى بطعم مختلف. ممكن تعملي فول سوداني مع عجوه. أيوة. طبعا متوفره ومحبوبه هنا. أيوة. احنا ممكن نعمل الخلطات دي كلها مع بعض، وفي نفس الوقت بتاكلي فطيره حلوه. أيوة. وعلى فكره ما بتتحط في عسل، هي طعمها كريسبي حلو، وفي نفس الوقت الحاجه المسكره الطبيعيه اللي انت بتاكليها تمر هي بتدي الطعم الحلو. والعجينه ما فيهاش غير معلقه سكر واحده. بتهيألي يا دكتوره برضه بتنفع مع ناس، ممكن ناس سكري ياخدوا منها جزء ولا؟ طبعا ممكن ياخدوا منها، طبعا ما بنحرموا الناس السكري ديل. ممكن ياخدوا منها بس بكميه قليله جدا يعني. والحاجه المواد السكريه اذا حاجه نسبه السكر فيها عاليه طبعا حيضطروا، افتكر ياخدوها مالحه احسن. ان شاء الله. احنا بنعمل كده كور صغيره، نقطع حته عجينه. هي نفس العجينة، أنا ممكن أعمل حشوة فيها مالحة مش كده؟ ممكن مالح، احنا عملناها قبل كده في الحلقتين اللي فات. أيوة. مالحة بنفس بالجبنة العجينة. باللحمة، بأي حاجة أنت بتحبيها. أيوة. ممكن تحشيها. نقطع كده كور صغيرة ونبتدي نعمل مع بعض السمبوكس. عجينة بتكون ناشفة معاكي شوية، على فكرة المية اللي أنا قلت عليها الفنجال ونص ما تحاول تضيفيهم مرة واحدة. حاول تضيف الفنجال واعجني، بعد كده النص فنجال تنزلي بيه تدريجي، عشان لو نوع الدقيق نفسه. أيوة. ممكن يختلف معاكي اشكال كتيره وعديده في البلد. أيوة. لكن انت لازم تخليك انت متحكمه فيها عن طريق الميه. ايوه. نفرك كده مع بعض، تعمليها بقى على حسب. كل ما بتكون معاكي رفيعه، ميزه العجينه دي انها بتكون معاكي لينه. ايوه. يعني بصي انت ممكن ترفعيها على قد ما تقدري تطلع معاكي هشه بالشكل ده كده. ايوه. انت تتحكمي في السماكه بتاعتها عشان ما تطلعش معاكي عجينه من جوه. عجينه من جوه. أيوة. نشوفها كده مع بعض اهو، نفردها وبعدين نجيب القطاعه بتاعتنا نحطها عليها بالطريقه دي، ونبتدي نحط الحشوه بقى اللي احنا عاوزينها. ممكن زي ما اتفقنا نحط تمر. ايوه. معاه فول. نجيب زي ما اتفقنا دكتورة عشان تطلع معاكي حلوة. حاولي دايما تحطي دقيق في المكان. أيوة. اللي انت بتشتغلي فيه. أيوة. عشان بعد كده تطلع معاكي حلوة. احنا حطينا هنا عجوة وحطينا فول سوداني. ونبتدي نقفل كده. نضغط عليها شوية كده، بعدين نشيل باقي العجينة من بره كده بالمنظر ده. أيوة. تطلع معاكي بالشكل ده كده. اي شكل. في ناس بتحب تبرمها على ايديك. لا، العجينه على فكره سهله جدا ان انت تستعمليها كذا استعمال. أيوة. وسهل معاكي. أيوة. يبقى دي عملناها عجوه مع فول ونحطها كده على دقيق عشان بعدين ندخلها الثلاجه. أيوة. نعمل واحده تاني كده مع بعض. طبعا دي ممكن تكون من الوجبات زي ما قلنا قبل كده، الفطاير دي ممكن تكون من الاكلات البسيطه وسهله ولطيفه جدا بالنسبه للاطفال وبيحبوها. ممكن ادخل فيها كل المكونات المفيده بالنسبه لهم وما بيقدروا يتناولوها بصوره عاديه. كمان بالنسبه للناس اللي عاوزين يزيدوا وزنهم او هم تحت معدل الوزن الطبيعي زي ما قلنا قبل كده، المفروض يعتمدوا على حاجات فيها نشويات، كربوهيدرات وكمان سكريات، فممكن تكون الفطيره الحلوه حاجه مناسبه بالنسبه لهم. كده دكتورة نضغط عليها ونبقى بالشكل ده كده. أيوة. تطلع معاكي شكلها جميل جدا. أيوة. تبتدي تعملي منها كذا واحدة زي ما اتفقنا. دي احنا عملناهم مثلا بالعجوة مع المربى. أيوة. هنعمل التانية دي
ده عملنا فول عجينه شفافه دكتوره بتطلع شكلها جميل جدا. ايوه نضيف مربى على فكره ما تضيفي كميه كبيره يعني نص معلقه خفيفه. ايوه لان هي العجينه نفسها هشه. ايوه هتشربها بسرعه وتطلع معاكي حلوه عشان ما تزيدي برده نسبه السكر فيها. صحيح افتكر انه المربى ممكن تفك العجينه مش كده؟ ايوه عشان كده انا بقول لك انت دايما حاولي تحطها في الثلاجه شويه وما تزيدي نسبه المربى. أيوة. خليها حاجه خفيفه جدا هتطلع معاكي مسكره برده وحلوه. اكيد نشوف مع بعض كده تاني. شايفين العجينه بتبقى شفافه بالمنظر ده كده خفيفه. أيوة. ممكن تشكليها على فكره تفرديها طبقات كبيره بتطلع معاكي خفيفه برده وما بتتعجن معاكي. ايوه هنضيف كده مع بعض هنضيف نص معلقه خفيفه كده بتاعت مربى ونقفلها. المربى ده على فكره لما بتنزل النار بتبتدي تسيح جوه العجينه دي بتشرب كل الجزء. أيوة. اللي باقي منها ممكن يا دكتوره كده نشوف التصويت بتاعنا وصل لحد فين. طيب ايهما تختار طبق لهذا الاسبوع؟ كان عندنا ثلاثه خيارات اللي هو الحمام المحشي وعجينه السكر وكمان كيكه الاناناس. لحد الان التصويت كان 57% للحمام 51% للحمام المحشي كمان 17% لعجينه السكر وكيكه الاناناس 32%. ولسه منتظرين تصويتكم. كده زي ما اتفقنا وحطينا المربى تبتدي تحشي بيها. ممكن على فكره تحطي شوكولاته تعملي كريمه خفيفه. أيوة. اي حاجه انت بتحبيها حشو معينه ما قادره تاكليها لاطفالك طبعا او حد مش متقبلها بطريقه معينه مباشره ممكن تعمليها له جوه العجينه دي بتبقى خفيفه وبيقدر ياكل منها كميه كبيره كمان. اكيد هي دائما الحشو بتكون على حسب الرغبه والحاجه المحببه بالنسبه لاي كده. زي ما بنقول دكتوره احنا بنضحك على الاطفال بقى بالحاجات أكيد. الصغيره دي اكيد بنحاول دايما ناكلها لهم اكيد. وزي ما حضرتك برده فدتي الناس زياده الوزن ممكن يستعملوها برده بكميات طبعا السعرات الحراريه فيها ممكن تكون عاليه ممكن تنفعهم. يلا دكتوره كده نحشي دي كمان عجوه وفول اهو. يبقى احنا عملنا مربى وعجوه وفول تقفليها كويس جدا. ايوه ممكن بقى الفواكه يا دكتوره الناس اللي بتحب الفواكه تعملها زي المربى على النار. أيوة. تقصرها مع السكر وتسيبها تقصر تسيبها تصفي ميتها كويس جدا وبعدين أيوة. تاخد اذا كانت مانجا فراوله اناناس اي حاجه هي بتحبها ممكن تعمليها كده. ايوه طبعا الفواكه هتكون خيارات افضل لانه يعني السكريات اللي فيها بتكون معقوله لحد ما. مظبوط كده زي ما حضراتكم شفتوا دي بقت شكل السمبوكسه. أيوة. ونروح مع بعض فاصل ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم مره تاني في برنامجنا نكهه خاص. زي ما حضراتكم شفتوا احنا عملنا قبل الفاصل اشكال السمبوكسه. أيوة. وزي ما شفنا دكتوره احنا عملناها باشكال مختلفه ممكن تعمليها بالفواكه. أيوة. مالحه وحلوه زي ما انت عاوزه. أيوة. ممكن النهارده مثلا احنا عاملينها بالمربى بالبلح بالفول السوداني. انت بتحبيها باي شيء ممكن تعمليها بيها. هنضغط كده مع بعض ده شكل تاني. نشيلها كده بالراحة ونحطها زي ما اتفقنا على الدقيق. نعمل واحدة تاني كده. الفواكه زي ما اتفقنا احنا ممكن نعملها بالفواكه بس تسيبيها من السكر مع النار. ايوه. تخليها تقصر تبقى تقيلة وبعدين تصفي العسل الخفيف اللي بيطلع منها دوت وبعدين تبتدي تستعمليها. عشان الفطيرة لو فيها مية كتير بتبتدي تفتح منك في الزيت. تبتدي نفتح كده ونحطها ونحط مثلا دي عجوة معاها شوية فول صغيرين. نبتدي نضغط عليها كويس جدا وبعدين نشيل بقيه العجينه دي بالمنظر ده كده. ايوه وتبقى معاكي بالشكل ده كده شايفين تطلع معاكي اي شكل على فكره في اشكال كتيره جدا متوفره في السوق. ايوه احنا بنحاول نعملها تختاري او في ناس بتبرمها على ايديها. ايوه طيب يا شيف نستقبل هويدا. تفضلي هويدا من الشماليه. الو اهلا عليكم. وعليكم السلام يا دكتوره كيف حالك؟ اهلا مرحب بك يا هويدا مساء الخير عليك. بالعافيه ان شاء الله. الحمد لله. مرحب بيكي. يعطيك العافيه جدا ان شاء الله. الله يديك الصحه يا رب. تفضلي. تفضلي. لما يعطيك انا بزعل بس من المشبك. من المشبك؟ ايوه حاضر ان شاء الله هنعمل والله
واحد في يعني واحد في مصر يسود. نعم قلت لك يا المشبك المصري يسود يعني واحد فيهم. المشبك المصري او السوداني؟ نعمل لك الاثنين يا ست الكل. حاضر نعمل لك الاثنين. حلقة نعمل لك المصري وحلقة نعمل لك السوداني. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله انتظرينا ان شاء الله السبت الجاي بنعمله لك ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك، تفضلي. الله يسلمك. الله يخليك. كتير يا شريف الناس بتسأل من المشبك. ما داخل بقى مواسم افراح وحاجات زي ديت، فالناس بتحب تعملها في البيت. طبعا. ان شاء الله هنحاول نعملها الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. كده احنا يا دكتوره عملنا اشكال متعدده من السمبوكسه. ايوه. احنا مره عملناها ملح باشكال مختلفه وبحشوات مختلفه، والنهارده عاملينها حلوه باشكال ثانيه. احنا عملناها بحاجه بسيطه النهارده بالتمر عشان متوفر والفول. أيوة. ومربى بسيطه موجوده عندك، اعملي ممكن تشكلي منها تشكيله حلوه كده وتبقى قيمه غذائيه برضو لاطفالك. كويسه خالص. على فكره ممكن تعمليها وتخليها في الفريزر عندك، بتقعد فتره، ممكن كل يوم تحمر لهم منها الصبح مثلا مع الشاي. أيوة. ممكن تعملها مع شاي المغرب مثلا تشربيها معاها. أيوة. بتقعد معاكي فتره ما تقلقي، العجينه حلوه، كل ما تقعد في الثلاجه كل ما بتبقى معاكي احسن. طبعا ده خيار كويس للنساء العاملات كمان. طيب والقطعات برضو لو ما موجود عند الناس يا دكتوره. ايوه. انت ممكن تبرميها بايديكي، احنا عملناها برضو الحلقه اللي فاتت. بتبرميها بايديكي. أيوة. ممكن تقفليها بشوكه. أيوة. معاكي. أيوة. ممكن بشوكه برضو. أيوة. تعمليها تطلع شكلها حلو برضو زي السمبوكسه العاديه الفرن. أيوة. ممكن تعمليها بيها عشان تطلع معاها، بس اهم حاجه تغطي عليها كويس عشان مقفولة. تبقى القفله مقفوله ما تجيش تفتح منك في الزيت. وحاولي دايما استعمليها في استعمالات كتير وجربي، يعني انت دايما حاولي تجربي الحاجات ديت، مره عملت معاكي مره الثانيه مره مش هتحصل فيها حاجه. حاولي دايما تخليكي حسن التجربه معاكي هي اللي بتعودك. طبعا. اكتر الممارسه الاكتر هي اللي بتعود الواحد. طبعا كمان ستات البيوت خيالهم واسع، يعني ممكن يجربوا حاجات. ابدعي كل ما كلها احنا بنديكي الفكره وانت ابدعي عندك في البيت. اكيد بالحشوات والاكل والشكل المختلف، اهم حاجه خلي الشكل النهائي بتاع سفرتك شكلها حلو عشان تفتح لهم نفسهم الاكل دايما. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. كده احنا عملنا مع بعض السمبوكسه، ممكن ندخلها الثلاجه نخليها شويه وبعدين نبتدي نحمرها. طيب شوف احنا ممكن نرجع كمان للكوارع، نقول انه فيها كمان احماض امينيه بتساعد على تهدئه التهابات وامراض الجهاز التنفسي، كمان بتساعد على تهدئه الناس اللي عندهم مشاكل بتاعت حساسيه الربو. في احماض امينيه خاصه ممكن تساعد على تهدئه حساسيه الربو بالنسبه لهم. ان شاء الله يا دكتوره. احنا هنا طبعا ادي الشوربه. ايوه. سيبناها على النار. عايزين نعمل لها بقى الدكوه. ايوه. طبعا في ناس بتقول هي بتتقل كيف، في ناس بتعمل لها الرو اللي احنا كنا بنعمله قبل كده زبده. أيوة. ودقيق بتعمله على النار مع معلقه ملح زي الفكره بتاعه البشاميل. أيوة. ممكن تضيف عليها. لكن انا دقتها هنا بصراحه وعجبتني بالدكوه. بالدكوه متوفره. أيوة. ورخيصه. أكيد. حاجه وبتديكي في نفس الوقت نكهه خاصه مميزه في شوربه الكوارع. ايوه وكمان هي بتدي القوام مش كده. بتدي قوام. بتتقل طبعا، هي فيها نشويات نسبه عاليه برضو بتعمل قوام معاكي. طبعا يعتبر هي نفس العجينه اللي احنا بنعملها بتاعه الزبده والدقيق. أيوة. بس دي خام بتاع فول سوداني. اكيد هنبتدي نضيف كده معلقه فول، نبتدي نقلبها. احنا طبعا مطعمين الشوربه الملح بتاعنا والثوم والبصل وكل الخضروات اللي فيها، وممكن على فكره بعد ما تطلع الخضار اللي احنا كنا حاطينه اساسا مع فتره التسويه بتاعت اللحمه هيكون اتهرى خلاص. طبعا بقى مستوي جدا خالص. أيوة. ممكن تاخديه تضربيه في الخلاط وممكن تسيبيه زي ما هو كده وتشربيه مع الشوربه عادي. أيوة. طب يا شيف ما ممكن كمان اخلطه ارجع الشوربه كمان بديها قوام ثاني مش كده؟ ممكن لو عاوز اقلل كمان نسبه الدهون، دي وصفه صحيه بدل الدكوه ممكن احط البطاطس مش كده؟ في البطاطس في الجزر فيها البصل، كل الحاجات دي روابط بتربط معاكي الشوربه ان شاء الله. اكيد هنبتدي نقلبها كده لحد ما تحل الدكوه فيها، او ممكن تحليها بشويه ميه صغيرين بره لو انت ما تطلع معاكي تحليها شويه. أيوة. وبعدين تنزليها. بس هي طبعا مع الماده الدهن الشوربه سخنه بتبتدي تفك الفول الدكوه بتفك معاه الشوربه ان شاء الله. ايوه ان شاء الله كده وتقلبيها كويس، لونها طبعا بيتغير شويه. وبعد كده انت بتكوني عامله لها الثوم بتاعها. أيوة. احنا طبعا عشان ضفنا الثوم هنا والكزبره والحاجات مع الكوارع ما بنضيف تاني في الشوربه لان احنا في الاول اساسا حطيناها. ايوه فاحنا هنبتدي نعملها كده ونخليها تغلي شويه. وبعدين ناخدها مع طيب نغطيها شوية نستقبل معنا أم محمد من جبل أولياء. ألو يا أم محمد. عليكم السلام والرحمة. أهلا وعليكم السلام. أهلا مرحبا بك يا أم محمد. منور يا شيخ محمد. الله يخليك تسلم يا رب.
اهلا بيكي. الله يخليك. تسلم. برضه هنا بتعمل لنا هنايا خبز دقيقة الذره. اعمل لحضرتك ايه؟ خبز دقيقة الذره. خبز حاضر. انت انتظرينا برضو ان شاء الله. احنا هنعمل حلقه كامله عن انواع الخبز. هنعمل لك الخبز التوتيلي، العيش البلدي، العيش الكايزر بتاع البرجر. هنعمل لك انواع مختلفه ان شاء الله، وهنعمل لك بالدقيق القمح والدقيق الذره ان شاء الله. تسلم يا شيخ. الله يخليك. تسلم يا رب. الله يسلمك. اتفضلي. زي ما شفنا دكتوره، احنا ضفنا هنا الدكوه. أيوة. على الشوربه، وسبناها تستوي شويه. وهنا الكوارح احنا دخلناها مع بعض الفرن. شوف بص عليها كده تبتدي تطلع بشكلها. بعد شويه هنسيبها. كل ما بتسيبها في الفرن طبعا فيها ماده دهنيه برضو بتنزل بتحرق معاكي مع السخونيه بتاعه الفرن. أيوة. وفي نفس الوقت ريحه الكزبره والثوم والشطه الخضراء اللي انت قطعتيها تبتدي تطلع ريحتها وطعمها حلو مع اللحمه. نكهتها الخاصه طبعا للاطفال، عشان لو عندك اطفال حاولي دايما ما تحط لهم الشطه الخضراء، عشان طبعا. دي اضافه احنا بنزود بيها النكهه الخاصه بس. اكيد ان شاء الله يا دكتور. احنا طبعا النهارده عاملين لهم برضو معانا الغباشه. الغباشه طبعا ده يعني بناكل لحمه، بناكل سمك، بناكل اي حاجه فيها تقيله بنبتدي نعملها مع بعض عشان تهضم الاكل. مريحه يا دكتوره. اكيد هي أكيد. مشروب غازي طبعا شفاف من غير اي نكهه. ايوه مع زبادي. ولو حبيت تضيفي سكر ومعلقه عصير ليمون خفيفه جدا. ايوه طبعا كلها مكونات بتساعد انها تسهل عمليه الهضم، يكون قدر ما كانت الوجبه اللي انت تناولتها وجبه دسمه وتقيله على المعده. الزبادي وكل المكونات الموجوده بيساعد على تسهيل عمليه الهضم كمان. وممكن برضو نقدم معاها برضو دكتوره النهارده طبق سلطه حلو كده. ممكن اي نوع خضروات من الموجود عندنا في البيت. ما شاء الله الايام دي الخضروات متوفره بشكل جميل وصحيه. أيوة. الموسم بتاعها. فاحنا بنحاول يعني تختاري طبق سلطه ظريف كده تعمليه سلطه خضراء فريش عاديه. ايوه هنبتدي نعمل مع بعض دلوقتي الغباشه ونرجع مع بعض مره ثانيه. أيوة. نشوف المقادير ونرجع مع بعض.
الكاتشا الابيض زي ما اتفقنا، ممكن تضيفي عليه عصير ليمون، ممكن تضيفي عليه شويه قرفه صغيرين لو انت عاوزه تحسني النكهه بتاعته شويه، او ممكن للاطفال تضيفي عليه الفواكه. الفواكه كده يا دكتوره. احنا ممكن نشغل بقى الزيت. أيوة. ونبتدي نولع على السمبوكسه. نجهز طبق كده جنبنا. طبعا يا شيف في فصل الشتاء الشوربات كلها محببه، وكمان شوربه الكوارع ممكن تكون قيمتها الغذائيه او فيها الماده الدهنيه اللي احنا بنقللها قدر الامكان، ممكن تكون وجبه مناسبه بتساعد على تدفئه الجسم وكمان تدي سعرات حراريه ان شاء الله. دكتور الاكله طبعا بتاعت النهارده دسمه. أيوة. ممكن تفيدك في الشتاء طبعًا. عشان بتدفي طبعا اكيد، مع المشروب الحلو ده برضو بتهدم معاكي بسرعه اكيد، تبقى شكلها جميل. زي ما اتفقنا احنا بنحطها شويه في الثلاجه عشان تريح معاكي، وتحطي طبق الدقيق تحت. أيوة. عشان تطلع معاكي شكلها حلو. ما لي فتره طويله مش كده يا شيف؟ ما لي فتره طويله، ما انا اتفقنا زي ما كده ممكن نحطيها في الفريزر بنفس الشكل كده، ممكن تعمليه. أيوة. وتحطيه في الفريزر تطلعي منها على قد الاحتياج بتاع اليوم مثلا اكيد، تحمري 5 قطع 10 قطع على حسب عدد الاسره. وتبتدي ان شاء الله تاكليها بالهنا والشفا ان شاء الله. نبتدي نولع كده الزيت. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، مرحبا بيك، اتفضلي. والله ما شاء الله عليكم، برامجكم ناجح. الله يخليك، تسلمي يا رب. شكرا لك. الله يخليك، اتفضلي. معكم لبابة من كوسي. الله يخليك، تسلمي. بسأل عن مكرونه البشاميل. المكرونه البشاميل؟ البشاميل. اي نعم. خلاص تمام، ان شاء الله برضه هنحاول نعدها لكم حلقه ثانيه، بس انت لو شفتيها على الفيسبوك هتلاقيها موجوده بكل مقاديرها، احنا عملناها كذا مره بكذا طريقه. ايوه سحلب. دقيق سحلب. ما ايه؟ دقيق حق السحلب. دقيق حق ايه؟ السحلب؟ هاي. خلاص حاضر، ان شاء الله يوم هنعملها لكم ان شاء الله. حاضر. ان شاء الله. ان شاء الله، اتفضلي. تسلم. الله يخليك، اتفضلي. زي ما حضراتكم شايفين كده انا ولعت على الزيت. ايوه. هنبتدي ننزل بالسمبوكسه. احنا عملناها طبعا النهارده بحشوه الفول مع العجوه. ممكن تعمليها بالمربى. بالمربى زي ما اتفقنا، ممكن بالفواكه، في الشوكولاته كمان، الشوكولاته ممكن تعمليها باي شيء انت عاوزاه على حسب الحاجه اللي بتحبيها في البيت اكيد. طبعا يا شيف احنا بنقول دائما لما تكون في وجبه دسمه، او مش لما تكون في وجبه دسمه، دائما خلوا طبق السلطه طبق اساسي في كل وجبه، ويا ريت يكون ملون قدر الامكان زي ما طبقنا الليله هنا في الاستديو. كل ما زادت الالوان بتاعت الطبق اكيد قيمته الغذائيه بقت كبيره جدا، وكل الفيتامينات وكل الاملاح المعدنيه اللي بيحتاجها الانسان بتكون متوفره، فخلوا طبق السلطه قدر الامكان طبق اساسي في كل وجبه من وجباتكم. ان شاء الله دكتوره. كده طبعا كل ما بتكون بارده ما بتفتح معاكي في الزيت. طبعا الناس بتشتكي ان هي طبعا بتعملها وعلى طول تنزلها في الزيت، تنزلها في الزيت بتفتح معاكي بسرعه. أيوة. زي ما اتفقنا حتى المربى اللي بتستعمليها حاولي تستعملي المربى الجامده. أيوة. ما تستعملي المربى اللي هي سايله شويه سايلة، عشان نسبه المياه فيها بتبقى اعلى، بتفتح معاكي بسرعه. في الزيت كده طلعنا اللي محشيه عجوه مع الفول. ونروح مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه في برنامجنا نكهه خاصه. زي ما شفنا احنا بنحمر مع بعض السمبوكسه، واتفقنا ان هي تكون بارده افضل في الثلاجه عشان تطلع معاكي شكلها حلو. في نفس الوقت ما تفتحش معاكي كتير في الزيت. أيوة. حتى لو فتحت يبقى نوع المربى اللي انت بتستعمليه بيكون مختلف شويه. كده
كده. ايوه طيب معانا عادل عيسى بيسلم علينا، مرحب بك يا عادل ودائما بتتواصل معانا مشكور جدا. بيختار الحمام المحشي ان شاء الله، نشوف في النهايه نتيجه التصويت حتكون كيف باذن الله. وبيقول انه الليله مبسوط شديد بالحلقه بتاعت الكوارع انها طبق مغذي جدا. فهو ذكر انه بس الشيف ذكرت انه لازم تكون في الثلاجه قبل الطهي، السبب شنو؟ لانه قال احنا بنجيبه من ال من ال من السوق طوالي لل لل لا انا بتكلم على السمبوكسه. أيوة. الكوارع زي ما اتفقنا انت تغسلها غسله كويسه جدا مع أيوة. خل وليمون وملح. تغسلها مرتين ثلاثه وتخلي دايما الميه جاريه في ايديك وانت بتغسلها. أيوة. بعد كده تطلعها تصفيها كويس وتكون أيوة. مجهز الشوربه بتاعتك أكيد. زي ما اتفقنا، توم بصل أيوة. جزر بطاطس كزبره أيوة. قرفه حبهان أيوة. توم سليم، وتحطه كله في الشوربه وتسيبهم مع بعض ساعه ونص ساعتين على حسب ما انت هتقدر تتغدى بيهم. يمكن يا شيف انت ذكرت انه الشوربه بتاعت الكوارع يفضل انك بعد ما تستوي تدخلها الثلاجه عشان تشيل الطبقه الدهنيه اللي فوق عشان تكون شويه قيمتها الغذائيه معقوله وسعرات الحراريه ما كبيره جدا. طبعا دكتور عشان ده الناس اللي بتعاني من الدهون. طبعا اكيد ممكن تعملها على مرحله او مرحلتين، بتشيل طبعاً. كل مره بتطلع معاك طبقه دهنيه فوق أيوة. بتعزلها بره وبعدين تنزلها ثاني على النار. اكيد. طيب في كمان أم تيجاني، مساء الخير عليكم، أهلين يا أم تيجاني، وبتختار حمام محشي. أوكي إن شاء الله يا أم تيجاني، نشوف في نهاية الحلقة التصويت حيكون كيف إن شاء الله. طيب في محمد كمال بيمسي علينا وبيسأل ضروري جدا إنه عنده عيد ميلاد وعاوز يعمل أسهل طورتة أو جاتوه. أول حاجة بنقول له كل سنة أنت طيب وعيد ميلاد طيب. سعيد إن شاء الله ودايما منور معنا في برنامجنا نكهة خاصة. أيوة. وعشان خاطرك هنعمل لك الاسبوع ده ان شاء الله تورتايه حلوه ظريفه كده ونحتفل بيها معاك ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. طيب هدى محمد مساء الخير عليكم، شكرا لك يا هدى، اهلا مساء النور. عاوزه تعرف طريقه ام علي، احنا المره اللي فاتت كان عملنا ام علي يا شيف، ممكن تلقيها موجوده عندنا في الصفحه بتاعتنا بتاعت الفيسبوك، كمان في اليوتيوب ممكن تحضري الحلقه ان شاء الله. طيب السلطانه دودي خالد، شيف محمد دكتور ابتهال، اهلا مرحبا بك يا السلطانه دودي، اول مره ارسل لك ومعجبه جدا بحلقتكم، شكرا لك يا السلطانه دودي، واحنا دائما سعيدين بمتابعتكم وبارائكم دائما. طيب طلال بابكر بيمسي علينا ويا ريت تعملوا لنا وجبات للحوامل زي ما وعدتونا، اكيد ان شاء الله فئه الحوامل فئه هامه جدا وتحتاج لنوع خاص من التغذيه، اكيد حخصص لها يوم وجبات خاصه ان شاء الله باذن الله. طيب سمية العقيلي برضو بتقول لنا منورين، شكرا لك يا سمية، وعاوزة طريقة اللحمة الباردة، طريقة عمل اللحمة الباردة. طيب اللحمة الباردة احنا اتفقنا هو عرق بتاع روز بيف او أيوة. قطعة معينة من اللحم بتسأل عليها الجزار، بتبقى قطعة ناشفة شوية زي الفليتو كده بس قطعة مستطيلة شوية صغيرة، وبعد كده انت بتعمليها في الفرن. ايوه بتحطي اول حاجه بتديها سلقه صغيره، بعد كده بتحطي معاها فصوص ثوم من جوه عشان تستوي معاك وتفتح معاك الانسجه، وتتبليها ملح وفلفل وتعملي لها ارضيه بتاع الجزر وبصل وطماطم. ايوه تحطيها تحت وبعدين تدخليها الفرن، اول ما تطلع تبرد كويس تلفيها فرق فويل او بلاستيك وتدخليها شويه الفريزر وبعدين تطلعي تقطعيها زي ما انت عاوز ان شاء الله. إن شاء طيب الله. شكرا لكم كلكم ودائما سعيدين بتواصلكم معنا ان شاء الله. دكتوره هنبتدي دلوقتي نغرف مع بعض الشوربه، شوربه مشهيه جدا طبعا يا دكتوره. ايوه ونغرف مع بعض الشوربه كده، ممكن تخلي قوامها تقيل وممكن تخليه خفيف، بس دي طبقه القوام بتاعها مع اللزوجه بتاعت شوربه الكوارع لان هي صفت طبعا نسبه كبيره. ايوه فهتطلع معاكي مع الدكوه شكلها حلو جدا، ريحتها مميزه اكيد. طبعا يا شيف برضو نقول للمشاهدين انه الكوارع وشوربة الكوارع مفيدة جدا لتجديد الغضاريف الموجودة في جسم الانسان وكمان العظام، وهي سهلة كمان للجهاز الهضمي والناس اللي عندهم التهابات في القولون، بتكون ملينة للجهاز الهضمي. ان شاء الله دكتورة. ودي الشوربة شكلها جميل، طبعا ممكن نعمل معاها على فكرة نعمل معاها برضو فته. أيوة. لو طبعا الناس عاوزه تسمن اكتر من كده طبعا تعملي طبق فته حلو ظريف كده مع عيش محمص ورز ابيض وتعملي معاها الفته والدقه بتاعتك مع الشوربه دي. ايوه ممكن نشوف التصويت يا دكتوره وصل لحد فين؟ ايوه ممكن نشوف مع بعض التصويت وصل وصل لحد وين ان شاء الله. طيب النسب بتاعتنا كانت حمام محشي 51%،
كمان عجينة السكر كان 17% وكيكة الأناناس 32%، فبالتالي حيكون إن شاء الله الطبق الجاي إن شاء الله الحمام المحشي. يبقى انتظرونا مع الحمام المحشي إن شاء الله، عشان طبعا بتقابلوا مشكلة كبيرة جدا في الحشو. أكيد انتظرونا إن شاء الله نعملها لكم بطريقة سهلة وظريفة. انتظرونا ونتمنى أكلة النهاردة أو العضة زي ما بنقول بتاعة النهاردة عجبتكم، والكوارع مع السمبوكسة الحلوة والمشروب المهدم الغباش. أكيد وجبة غذائية متكاملة. ما تنسوا كمان الصحن بتاع السلطة، كل ما كتبتوا الألوان أكيد حتكون وجبة غذائية متكاملة. شكرا لكم وتابعونا المرة الجاية. مع السلامة. مع السلامة.